عناية خاصة يحظى بها أطفال التوحد، كل حسب حالته. فالعطلة الصيفية أفضل وقت للأطباء للتعامل مع هذه الفئة، كون أن خرجات التنزه والشاطئ تلعب دوراً هاماً في علاج طفل التوحد. العطلة الصيفية يعني كاين بزاف بزاف أماكن اللي تفيد الطفل أنهم يخرجوهم، حديقة الحيوانات مثلا يفون دي سورتي، الخرجات هذيك مع العائلة للبحر، هذا يساعدوا بزاف من جانب التفاعل الاجتماعي اللي نحتاجوه حنا الطفل التوحدي. نصحوا الأولياء أنه يعني يحترموا البرنامج تاعهم معنا في الحصص تاع الطفل، صافي ما يضيعوهاش ويواظبوا عليها، باسكو عندهم نشاطات يقوموا بها في المنزل، صافي حنايا نخدموا معاهم هنايا في على مستوى المكاتب تاعنا، على مستوى الوحده تاعنا، وهما يخدموا معاهم نشاطات على مستوى المنزل، حنا نطالبوا منهم انهم يحافظوا على هذه النشاطات. المداومه على الحصص العلاجيه في فصل الصيف واتباع ارشادات الاطباء، خاصة ما تعلق بالحصص المنزلية، هي أهم الخطوات لمساعدة أطفال التوحد على العلاج. فالهدف تاعنا من البروتوكول العلاجي اللي نقدموه خلال العطلة الصيفية مساعدة الأهل كيفاش يقدروا يتعاملوا مع الأطفال تاعهم خاصة في المنازل، على اعتبار من أهل الأطفال ما يقدروش يكونوا كما الأطفال الآخرين، خاصة السلوك تاعهم ما راهمش راح يكون عادي في العطلة الصيفية، يعني ما يقدروش كي يخرجوا لبرا ماهمش راح يكونوا عاديين، ما يتصرفوش على أساس أطفال عاديين. المصاب بالتوحد يلزم يخرج، لأنه الطفل المصاب بالتوحد عنده احتياجات خاصة، لو كان نخليوه غير في الدار ما يقدرش يلبي بهذاك الاحتياجات الخاصة ديالو، لازم يخرج، لازم يروح للبحر، لازم يدير نشاطات كيف أي طفل عادي. العطلة الصيفية هذه لما يخرج للبحر نخرج ونخليه يلعب عادي، بصح أمام تو راني نتبع البروغرام اللي يعطوه لي الطب تاعو، باريزومبل البروغرام اللي راهم يخدموا معاه أنا نخدم معاه سواء في البحر ولا في المنزل. شغل ما نخليش هكا وحده، ما نخليش دائما متطرف، دائما نتعامل معاه كشكل عادي، نتعامل معاه في البحر يلعب، واني او ميم طون نبروغرامي البروغرام اللي عطاوهم لي الاطباء. برنامج علاج خاص باطفال التوحد في فصل الصيف وجب على الاولياء الالتزام به مع اكثار الخرجات لتمكين اطفالهم من الاحتكاك والتاقلم مع العالم الخارجي. برافو طب سيد اسلام.